حياكم الله بادي تشالنج جديد. اذا متعودين دائما تشوفون تمارين اللي هي فيها اكشن وسيركت، هالمره راح نسوي تمرين تحدي مع كابتن احمد رشيد، عباره عن تمرين قوه سترينث. تابعونا نشوف هذا التحدي. حياكم الله بادي تشالنج جديد، تحدي جديد معاكم في برنامجنا بادي تشالنج. واليوم معاي كابتن احمد الرشيد وحسين. ان شاء الله راح نسوي التمرين، هالمره راح يختلف، ما راح يكون تمرين سبيد او مثل ما تعودنا سيركت، راح يكون تمرين اتوقع قوه وبناء عضل. راح اركز على عضلتين، حلو، اللي هو الصدر اي نعم والتراي ستيبس. اي تمام، فكنا قاعد نسوي بادي بيلدينج هالمره. بادي بيلدينج اي اوكي حلو تمام. راح يكون ويانا 6 تمارين إيه؟ صدر اوكي، 3 تمارين تراي ستيبس، 3 تمارين تراي. نعم، وكله مثل ما نشوف اوزان حره اليوم. اليوم خذينا اوزان حره، ما راح نروح حق الاجهزه. اي وعندنا الدنابل دامبل وعندنا البار اوكي والبنش. انزين نبلش، شنو اول تمرين راح يكون؟ اول تمرين راح يكون دامبل مستوي الصدر. اي تفضل. وهل شنو طريقة الأوزان أو التكرارات ولا كل تمرين راح يكون عندنا ثلاث جولات 3 راوند ب 12 تكرار تمام؟ ايه. هذا التمرين الأول. اوكي نحول التمرين الثاني، راح يكون اللي هو العالي يكون، فراح نركز على عضلة الصدر بكل الصدر عالي الزوايا. راح نركز على الزاوية العليا من الصدر. تمام ممتاز حسين، اوكي. وراح يكون وزن واحد ولا نغير بالاوزان؟ الوزن كل شخص هو يعرف يعني شنو الوزن اللي يناسبه، حسب شنو الوزن اللي يناسبه. نعم راح نلعب هذا التمرين. ممتاز. الثالث كامل اللي هو تمرين الاوفرول. اي نعم. راح يركز على اي عضله الحين؟ كلها عضلات الصدر. احنا للحين ما 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 دشينا بالعضله، عضلات الاتقان. حلو لك. الحين نسوي برس. تمام نعم. هذا التمرين الرابع. هذا التمرين لا هذا يكون نفس التمرين. نفس التمرين اوكي فهمت. تمام اي حلو. التمرين الرابع راح يكون تجميع رفرفه. بسم الله. اللي هو الفلاي. فلاي اي نعم. اي تمام. نفس الشيء 12 تكرار. 12 كل تمرين 12 تكرار. انزين يمكن المشاهد اللي اول مره يشوف التمارين او ما يعرف شنو مثلا ليش انه قاعد نركز على الصدر في عده تمارين، فشنو يهدف التمرين؟ كل تمرين يستهدف زاويه معينه بالصدر. حلو تمام. تمام الحين احنا قاعد نلعب جانبي علوي. حلو تمام. طبعا التكنيك نفس الشيء كابتن عبد الله مهم اكيد اساس نمنع الاصابات او حدوث الاصابه لا سمح الله. صحيح. هني عندنا انزل الثانيه بسيطه بالاكواع. بالاكواع يكون الدامبل على مستوى الصدر، ما يكون ملتف عشان ما نحرك الكتف. اي تمام ممتاز. ننتقل هم 12 تكرار. نعم 12 تكرار ثلاث جولات. نختم تمرين الصدر بال نسوي مجال. اخر تمرين العضلة الصدر راح يكون بوش اب. نطلع طبعا الصدر يكون سيده. اي نعم الظهر يكون سيده، نستهدف عضلة الصدر. طبعا البوش اب في كذا زاويه كذا نقدر زاوية. نضيج الايد. ضيج الايد نلعب اذا ضيجناه تركز اكثر. نعم. على يصير تركيز اكثر. تركيز اكثر تمام. شغلنا عضلة الترايسبس والترايسبس مع الصدر مع تسكيرة الايد. مع التسكيرة تمام. يعطيك العافية. نفس الشيء تكرار 12 مرة. 12 تكرار. ثلاث جولات. حلو ندش الحين
تمرين التمرين الترايستب. احنا متعودين ما شاء الله دائما يكون تمارين سيركت وتمارين اللي فيها هارت ريت عالي وشويه اكشن. الحين ايش حق غيرنا؟ ليش صار التمرين فيه قوه ولا هو من ضمن البرنامج؟ التنويع بين التمارين تمام. اللي ندخل احنا فيها المقاومه مع كارديو حلو وبناء عضلي اي نعم. فيكون عندنا مجموعه متكامله اي من بناء عضلات يعني من بناء عضل من لياقه بدنيه من كارديو من هارت ريت مرتفع من تمرين شده كابتن عبد الله احنا التمرين عالي الشده اي نعم مستمر ايه؟ طول الاسبوع مو زين مو زين طبعا اوكي لان انا كل ما خذيت التمرين عالي الشده بدون ريكفري صح بدون ايه؟ تغذيه صح يعني راح يعود علي بالسلب اكيد اكيد هني كم تكرار هني نفس الشيء لان كنا ما شاء الله تعب شوي زين راح يكون 12 تكرار حلو مثل ما تقول ان اذا واحد يكرر وايد تمارين الهيت او اللي هي العاليه الشده طبعًا. ما راح ممكن تصير سلبيه بالنسبه ما قاعد تستفيد انت ممكن قاعد تصير هدم بدال ما تستفيد بدال ما يصير بناء عضل صحيح نسوي سويتش فيكون في تنويع بين ايام مثل تمارين المقاومه وايام تمارين اللي هي الهيت نعم اي نعم الحين ناخذ التمرين الثاني ترايسبس نفس الشيء كابتن عبد الله لاحظ الكوع ما يتحرك داش لداخل ممتاز الحين حركنا عضلات التراي وتكرار هني التكرار نفس الشيء تكرار 12 عده 3 جولات 12 تكرار بثلاث جولات عاده التمرين كله اجمالي كم ياخذ كوقت؟ كوقت يعني ياخذ من 35 الى 45 دقيقه حلو تمام نسوي سويتش راح اساعدك ارجع اذا شخص طبعا متمرس يمكن يتمرن بروحه بس هم من اتوقع اذا كان وياك شخص هم من يساعدك ممكن يحفزك او مثل ما تلحق قاعد تساعدك كوتش طبيعي هني نلاحظ الكوع ما يتحرك الكوع سيده اطلع تمام ممتاز يعطيك العافيه 12 بعد تكرار 12 تكرار نفس الشيء 12 تكرار بثلاث جولات صغيره ويكون ختمنا احنا عضله الصدر وعضله الذراعي واليوم بناء عضلي والحلو ان اوزان حره يعني اوزان حره ما اجهزه كالمعتاد طبعا ما فمثل ما قلنا ان الاوزان الحره تساعدك ان يعني كتنويع بينها وبين الاجهزه انت ممكن تلعب اجهزه وممكن تلعب اوزان حره اوكي وتنوع بينهم وتنوع بين الاثنين وتسوي المهم اخر شيء في النهايه نشوف تحدي جديد بالضبط. او بادي تشالنج جديد ويعطيكم العافيه كوتشز وان شاء الله عجبكم هذا التحدي ونرد لكم حق بادي تشالنج جديد. مثل ما شفتوا هالمره ركزنا اكثر على السترينث تحدي جديد اذا تحب انت تمارين القوه ان شاء الله عجبك هذا التحدي وتابعنا في التحدي القادم.